على فكرة يا جماعة، محافظة أسوان متبهدلة من السيول والأمطار الرعدية، لأن بينزل عليها أمطار غزيرة جدا، يبقى في رعد وبرق وصواعق ونزول تلج ورياح شديدة، والشوارع هناك غرقانة، والتيار الكهربي مقطوع عن المنازل وعن محطات المياه والمرافق، وفي بيوت كتير ربنا يستر وقعت. وادي الصور قصادنا اهي. ومش بس كده، ده العقارب والثعابين خرجوا من جحورهم المستخبيين فيها غصب عنهم، خرجوا، لا هما بيحبوا البشر ولا البشر بيحبهم، بس خرجوا ليه؟ مياه الأمطار جرفتهم مع الرياح وكده، لدرجة انهم بقوا يدخلوا البيوت، تصوروا. فالحاجات دي سواء بقى تعابين او عقارب بتعيش بعيد عن البني آدمين، مش طبيعي انهم يبقوا موجودين في البيوت.